المبرة الرومية الباتشوا كاين المخط طواني شي شويه وماشي ماشي 90 وانما غادي في الستيل ديال 90 شي شويه طواني شي شويه. هادو 10 متر و12 خط ديال الباتشوا هادو راني حطاهم رخاص لاقصى حد هادو 850 درهم 17000. هادو راني بعت منهم ما شاء الله جوج الدارات اللي بعت. الدارة الاولى راني كنت حطيتها للسيده اللي كانت صيفطات لي فيديو ديالها هديه جاوها فنين، وهاد الدار ودار بعت دار اخرى وهذه الدارة الثالثه ما شاء الله نتمنى تاخذها شي وحده اخرى. هادو ما شاء الله تلقاو الفيديو ديالهم السيده اللي هدات عطاتهم لي يعني رسلاتهم لي هديه مفرشين، كنشكرها بزاف من هذا المنبر. الا كتشوفني دابا هادو راه خوتهم بعتهم 15 متر و 18 خدية البروكر. هذا راه البروكر هذا تبارك الله البروكر اللي فيه بحال الكرويات محبب ما شاء الله غزال فيه ألوان زاهية ما شاء الله والثوب ديالو صبن ورد النوع الممتاز. راه خوتهم تلقاو الفيديو السيدة اللي مفرشاهم في دارها عجبوها والناس بزاف طلبوهم لي. هادو الثمن ديالهم 2000 درهم 40000 ريال اللي بغاهم مرحبا. الظهر ديالهم الوان زاهيه الوان لو بوردو العكري، هذيك راه اللون العكري ماشي كرون ماشي كرونه ماشي عكري، وفيهم الفاغ فيهم هانتوما اللوينات زوينين. الناس اللي باغين يطلبوا لي هادو يعني الناس اللي باغين الخدادي ديال 90 في قلب منهم المبره محفره، الناس طلبوا لي الاورانج وطلبوا لي البيستاش ما شاء الله. هادو ثلاثه طلام سي جوغ جداد 7 متر ونص ما مفصلاش وجوج مزاود كاين جوج مزاود وثلاثه ديال الديكوراسيون وثلاثه ديال الخدادي كبار ديال 90 في قلب منهم المبره محفره بيستاش والاورانج بارد والدوغي وكاين صفيفر زعما وجناب اني طلمت اني وجناب اني راه يمكن لكم تزيدوا تعمروهم هكا يعني حنا غير كنفرشو لكم باش تشوفوا الستيل كي داير روعه ما شاء الله. مبره محفره الحره هذه الوسطانيه الناس كيعجبهم هكا الديكورات لوينات باردين صيفيين. راه اللون ديالهم مباشره راه ماشي هو ان التصوير، راه اللون ديالهم غزال اللون ديالهم بارد وزوين ما شاء الله. عندنا 7 متر ونص وكاين 6 د الخديات سامبل وثلاثه د الخديات كبار ديال 90 في قلب منهم المبره محفره وثلاثه ديال الديكورات اللي منزلين فوق السداري اللي كيتكاو على الخديه ديالهم فيما حبيتو ديك الساعه ويمكن لكم ديروهم حتى غير في الوسط. هادو الثمن ديالهم 1450 درهم 29 ريال اللي بغاهم مرحبا ما شاء الله. هادشي راني صوبت لكم انا بالذوق ديالي ودابا الفوق ان الناس طلبوا لي الاورانج قال لك ما كتجيبي الناس الاورانج لعشاق الاورانج كاين اللي كيبغي هاد اللون هاد اللوينات بيستاش الاورانج كيتواتاو وكطالبينهم لي. للاشاره هادي دارة نتاع الأخت اللي من السطات خديجة إلا كتشوفني دابا الدارة ديالك راني حاطاها غي شانتيور إن شاء الله غدا غنصيفطها لك الجمعة ما شاء الله بالصفيفة البلدية حنا درناها الشانتيو بالتكرير غي هو التكرير اللي درت لها راه شوية غالي التكرير بالعقيق صوبنا على التكرير بالعقيق أما التكرير اللي كندير لكم عادي باش ما كتجيكمش الدارة غالية هادو راه التكرير بالعقيق اما التكرير اللي غندير لكم انا تكرير غير يعني هكا صفيفه وتكرير بالهدوء اما الا درناه بالعقيق كيطيح غالي شويه. المهم انا ما نعطيكمش الثمن 15 متر 18 خديه و4 المسان التكرير هما التكرير وبالعقيق هذيك ما غنبيع يعني انا اللي صوبت لكم غنصوب لكم التكرير عادي قلنا هذه الثمن ديالها 2900 درهم 850 ألف ريال بالتكرير العادي واللي بغاتها بالتكرير العقيق
راها 3150 درهم، 3063 ألف ريال. هذه طلعت البيجة اللي جاية في بحال الدنيا جات بن الشريف، اللي بغاها مرحبا. بالنسبة للتكرير راه التكرير